أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تغيب حقوق الإنسان في العراق؟ منذ احتلال العراق لم تفلح المنظمات الدولية في وقف المأساة هناك، فشلت في تحقيق أي نجاح. كيف يمكن تقييم دور المنظمات الدولية في الملف العراقي؟ لماذا تستمر عمليات مصادرة الحقوق الإنسانية في العراق من استمرار عمليات التهجير والقتل والاعتقال والتنكيل والإعدام على الهوية دون محاكمات عادلة، فضلا عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق باسم القانون؟ ولكن أين القانون؟ إلى أي مدى تم تسييس حتى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان العراقي، فضلا عن تسييس القضاء نفسه، وحتى مع شيوع ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب وتجنيدهم لا سيما من قبل الأطراف المتصارعة في العراق؟ هناك جهات تقف وراء تجنيد الأطفال واستغلالهم وقتل حقوقهم والنيل من براءتهم لزجهم بمطاحن الدم لصالح قوة إقليمية ودولية بحسب رأي البعض. هل أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب حقوق الإنسان العراقي في الحياة كباقي شعوب العالم؟ لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع، أرحب بضيوفي الكرام عبر سكايب من عمان، الأستاذة إيناس زايد من المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أستاذة إيناس، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك دكتور سمير، ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذة إيناس. من النمسا أرحب بالأستاذ زياد السنجري الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا بك أستاذ زياد. من الدوحة أيضا الدكتور أحمد كسار الباحث العراقي. دكتور أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. إذن نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على حقوق الإنسان الغائبة في العراق، ونتساءل لماذا تغيب حقوق الإنسان في العراق. أبدأ معك أستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، يعني منذ عام 2003 وحتى الآن المواطن العراقي حقوقه مسلوبة، كيف تقيمين دور المنظمات التي تأخذ على عاتقها ضمان حقوق الإنسان العراقي؟ نعم، يعني في البداية أحد أهم المنظمات التي تأخذ على عاتقها حماية حقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها حقوق المواطن العراقي هي الأمم المتحدة باسمها الجهة الأممية أو المنظمة الأممية التي ينضوي تحتها كافة الدول. يعني فعليا يوجه أسئلة من قبيل هذه الأسئلة، يوجه لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بدورها في الحفاظ على حقوق الإنسان سواء في العراق أو في العالم ككل. هذه الأسئلة يجد مسؤولو الأمم المتحدة أنفسهم مضطرين للإجابة عليها، ولكن يعني بحرج وبإحباط متناميين. فعليا يعني لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة حل المشكلة في العراق؟ هذا الأمر فعليا يعني نجده كمعضلة حقوقية، لأنه بالرغم من أن السبب الرئيسي في أن الأمم المتحدة يعني هي معنية في إحقاق العدالة وإحقاق الإنسانية، فهي تبدو عقيمة بسبب أن الدول الأعضاء غير متعاونة على الإطلاق في مسألة إنهاء النزاعات المسلحة في العالم وفي دول العالم الثالث وبلدان العالم العربي على وجه التحديد. ويعني هي تأخذ المسألة في كأي انتهاك على حقوق الإنسان، وهذا يدعمه تفاقم الأزمات، بحيث تتذرع دائما الأمم المتحدة بعدم إمكانيتها لمواكبة كافة هذه الانتهاكات وإيجاد الحلول لها. يعني مسألة يعني التقييم الحقوقي أو مسألة تقييم الأزمة الإنسانية الآن في العراق هي فعليا توصف بأنها أزمة كارثية. تم إطلاق يعني صافرة الإنذار أكثر من مرة حول مسألة الحقوق المنتهكة في العراق. هناك يعني على كافة الأصعدة، إن كنا نريد أن نقول، الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، التهجير القسري، وأيضا الإعدامات الميدانية، بالإضافة إلى التدخل غير المشروع من قبل ميليشيات مسلحة غير تابعة للنظام أو القوات الوطنية المعترف بها. لذلك ويمتد طبعا هذا الأمر للتجنيد، تجنيد الأطفال، وأيضا
حرمان المواطنين من حقوقهم، من أبسط حقوقهم فعليا التي يعني تتمثل بشكل أساسي بإعطائهم الحياة الكريمة. هناك العديد أو الملايين الآن من العراقيين موجودون في المخيمات بلا أي مأوى، بلا أي معونات إغاثية عاجلة، بلا يعني معونات صحية أو أدوية بالدرجة الأولى. وأيضا هؤلاء شردوا من بيوتهم التي دمرت تحت ما يسمى الحرب على الإرهاب. لا يوجد لهم أي تعويضات على هذا الدمار، لا يوجد لهم أيضا أي دعم فعلي الآن من قبل الحكومة العراقية التي تعتبر السلطة على أرض الواقع. وهناك غياب تام من قبل المنظمات الحقوقية والدولية والأممية على وجه التحديد من طرح هذه المسألة، سواء كان في المحافل الدولية، وأيضا هناك غياب من أي دعم ومعونة عاجلة لهؤلاء الأشخاص. لذلك يعني نجد أن الوضع مستعصي جدا في العراق، والحالة تتطلب تحركا فوريا على المستوى الدولي. الوضع مستعصي في العراق والمجتمع الدولي غير متعاون في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. أستاذ زياد السنجري الكاتب والمحلل السياسي، أرحب بك. مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ زياد، لماذا تستمر عمليات مصادرة حقوق الإنسان العراقي؟ هناك عمليات تغيير ديموغرافي تجري على الأرض في العراق، عمليات اعتقال، قتل، تنكيل، إعدام من غير محاكمات عادلة. أنتم يعني كمشاهداتكم في العراق، كيف تقيمون الوضع هناك؟ على مر السنوات الماضية وخاصة بعد احتلال العراق، حدثت صراعات سياسية وأثنية ما بين الأحزاب التي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية، وما بين الأحزاب الإسلامية التي اتخذت ستار الدين في الدخول في متاهات وصراعات في داخل العراق. أفرزت هذه الصراعات عن انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان في العراق على مر السنوات الماضية. هناك انتهاكات وغياب تام لحقوق الإنسان منذ دخول الكتائب الأولى لقوات الاحتلال الأمريكي، حيث تم قتل العديد من المدنيين، وتلتها بعد ذلك عمليات تهجير وقتل وتغيير ديموغرافي وحقوق للإنسان وللنساء والأطفال، وغيب المجتمع العراقي تماما عن حقوقه، ولم يحظى بأي اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة التي احتلت العراق ما بعد 2003. نحن نتحدث عن عملية سياسية أفرزت لنا انتهاكات، وأفرزت لنا عملية نستطيع أن نقول عنها عملية قبيحة جدا لما يجري للإنسان العراقي على مر السنوات، وهذا ما تم توثيقه عبر الصور والفيديوهات التي انتشرت والتي تم تداولها على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، حتى بأن المحتل الأمريكي هو أول من شرع هذه الانتهاكات عبر الممارسات التي انتهجها داخل سجونه، ولعل فضيحة أبو غريب خير مثال على ذلك، لتستمر الميليشيات التي استحدثت بأمر المحتل الأمريكي والإيراني في العراق، التي قامت بممارسات لا تقل بشاعة عما قامت به القوات الأمريكية، وجعلته منهجا يمارس على مر السنوات الماضية داخل العراق. دكتور أحمد كسار الباحث العراقي، أرحب بك مرة أخرى. لماذا من وجهة نظرك المجتمع الدولي كما تحدثت الأستاذة إيناس غير متعاون في وضع حد الانتهاكات التي ترتكب في العراق؟ نراه يأخذ موقع المتفرج، لماذا من وجهة نظرك؟ الصوت حقيقة لم يصلني واضحا. نعم، المجتمع الدولي بحسب ما يصف مراقبون، وأيضا كما وصفت الأستاذة إيناس و الأستاذ زياد السنجري، يعني لم يضع حد للانتهاكات التي ترتكب في العراق من عمليات قتل وعمليات تغيير ديموغرافي وإعدام على الهوية وغيرها من الانتهاكات. ما الأسباب التي تجعل المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي، أو حتى يصفه البعض أنه مشارك في ذلك؟ نعم،
حقيقة الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية والمحلية حتى في العراق وخارج العراق أرقام يعني على مستوى نستطيع القول يومية وشهرية، وهناك تقارير سنوية. ولكن السؤال المهم يعني ما هي التحركات تجاه هذه الأرقام؟ الأرقام متزايدة وخطيرة وتشكل يعني انتهاكات صارخة وواضحة بالأدلة والثبوتات التي لا تحتاج إلى يعني تأييدات أخرى على مرأى ومسمع بالصورة والفيديو وغيرها من الوسائل التوثيقية والحالات التي تصل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، ولكن لم يتخذ بشأنها أي شيء، مجرد بيانات تنديد ومجرد يعني استنكارات دولية على مستوى حتى الدول. يعني حينما يحدث تفجير هنا وهناك نجد رسائل يعني تعازي ومساندات دولية، ولكن ما هكذا يعني تورد الإبل. الناس الضحايا أو الإنسان العراقي التي تنتهك حقوقه لابد من إيقاف لهذه المهازل التي تتخذ بحقه، خاصة أنه في بلد يعني أول بلد ظهرت فيه يعني قوانين حقوق الإنسان، بل أن القوانين القديمة في العراق القديم نصت حتى على حقوق الحيوان. فنأتي اليوم في آخر الزمان وإذا بالإنسان العراقي يعيش هذه الحالة من الانتهاكات الصارخة على كل الميادين، ولا يسعنا إلا أن نقرأ أرقام شهرية وأرقام سنوية في تقارير دورية تزيد هذه الأرقام، توثقها، تعطي من يعني تكبر من حجمها، وبالتالي لابد من إيقاف هذه الأرقام لأن ترجع إلى الصفر بدل أن تتصدر. من الذي بإمكانه أن يضع حد لهذه الأرقام المتصاعدة؟ دكتور أحمد كسار. حقيقة يقطع دكتور يعني. أحمد، دكتور أحمد، يعني سألتك عن يعني هذه الأرقام المتزايدة والمتصاعدة من عمليات القتل، وحتى الآن المدنيين الذين ردموا تحت الأنقاض بتدمير مدينة الموصل، وحديث الحكومة عن الانتخابات وما سيكون بعد الانتخابات، وغض الطرف عن هؤلاء البشر الذين ذهبوا ضحية هذه الحروب التي أوجدتها حكومات المنطقة الخضراء. من وجهة نظرك، يعني المجتمع الدولي هل هو مشارك فيما يجري من جرائم؟ نعم، لو كانت الانتخابات هي الحل لخرجنا جميعا إلى الانتخابات لإيقاف هذا الدم ولإيقاف هذا الدمار ولإيقاف هذا الخراب، ولكن الانتخابات ليست حلا، وبالتالي فإن التعويل عليها وقد عول العراقيون عليها منذ سنوات، هذه 14 سنة والعملية السياسية بين آونة وأخرى تجد انتخابات، ولكن ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء. التغيير يجب أن يكون جذري لكي تعاد للمواطن العراقي حقه ومستحقه من العيش الكريم. فلذلك الملفات التي تعرض على الأمم المتحدة وتعرض على مفوضية الأمم المتحدة في العراق ولجان حقوق الإنسان وحتى الوزارات المعنية بهذا والدول التي على مرأى ومسمع بما يحدث في العراق، لابد أن يكون المواقف تختلف، لابد أن يكون هناك مواقف أخرى غير البيانات مع البيانات. البيانات أصبح عند سأعود إليك دكتور أحمد، اسمح لي أن أنتقل للأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، القرارات العامة لحقوق الإنسان واضحة، ولكن هناك من يرى أن المشكلة هي في التطبيق وليس في المواثيق. يعني من وجهة نظرك، يعني ومن خلال متابعاتك بالشأن العراقي وملف حقوق الإنسان، ما الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة حتى الآن منذ عام 2003؟
نعم، يعني لم يخرج فعليا دور الأمم المتحدة ويعني المنظمات المتفرعة عنها عن مجرد إصدار التوصيات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على سبيل المثال، إصدار بعض التقارير الحقوقية من قبل المنظمات المتفرعة عن الأمم المتحدة. هناك أيضا بيانات إدانة واستنكار للجرائم التي حصلت في العراق والتي تم توثيقها من قبل الفرق التابعة للأمم المتحدة. أيضا يعني هناك يعني حديث أو لنقل يعني ملفات تعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكن كل ذلك لم يترجم أبدا على صيغة فتح تحقيق على سبيل المثال بالأشخاص المتورطين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق. لم يتم اتخاذ أي إجراء لإحالة ومحاسبة أي من هؤلاء الأشخاص المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال. لم يتم فرض أي عقوبات اقتصادية على الحكومة العراقية بوصفها يعني أحد الأطراف الذين يعني ثبت ووثق انتهاكهم لحقوق الإنسان في عدة من المرات، ولم يتم إيقاع أو اتخاذ أي إجراء من قبل مجلس الأمن بحق الحكومة العراقية، ولا حتى يعني تمت المحاولة مع تلك الحكومة لإيقاف الانتهاكات على عكس الفترة الواقعة بين 1990 و2000 والتي أصدر خلالها مجلس الأمن 53 قرار خاص بحالة العراق، كان من أهمها فرض الحصار على العراق وقرار إخراج العراق أو فرض العقوبات الاقتصادية على العراق باستخدام القوة، ومن ثم قرار النفط مقابل الغذاء. يعني نحن نجد تناقضا أيضا في سياسة مجلس الأمن تجاه ما يحدث الآن في العراق. هناك صمت دولي على ما يجري وما يتم رصده وتوثيقه من قبل المنظمات الحقوقية والدولية، ونحن كمرصد أورو متوسطي جمعنا العديد من الأدلة وعديد من الشهادات التي من الممكن تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تثبت تورط العديد من الأشخاص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن لا يوجد إرادة لمجلس الأمن لفتح هذه المحكمة أو لإحالة أي شخص لهذه المحكمة. يجابه أي أمر متعلق دائما في العراق بالتعتيم وأيضا الصمت. لذلك إن كنا نريد أن نتحدث عن دور حقيقي للأمم المتحدة الآن في العراق فإنه لا يوجد لها دور. جميع ما يذكر الآن هو فقط مجرد تسليط الضوء على تلك الانتهاكات، ولكن ليس لفعل أو ليس لإنهائها أو لفعل شيء حيالها. أستاذ زياد، هل ثمت قوى إقليمية ودولية مستفيدة مما يجري في العراق ومن تغييب حقوق الإنسان العراقي؟ نعم، هناك العملية التي نستطيع أن نقول عنها غائبة تماما، وهي عملية دعم المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان داخل العراق على مر السنوات الماضية، وذلك عبر إنشاء منظمات شكلية في شمال العراق وفي بغداد، حيث تهتم تلك المنظمات للأسف بالمكونات التي ينتمي إليها أعضاء تلك المنظمات. وهناك منظمات مثل المكون الكردي في أربيل يهتم بحقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها والمتعايش عليها، وهذا ما يحدث الآن في كركوك، ويتحدثون عن انتهاكات الميليشيات في تلك المناطق، بينما السنة يتحدثون عن انتهاكات الميليشيات الكردية في سنجار، بينما يتحدث الشيعة للأسف بهذه المصطلحات عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق من قبل المكون السني، وهكذا. لم تخلق المنظمات الدولية والأمم المتحدة منظمات حقيقية تستطيع أن تعمل بصورة صحيحة داخل العراق. وحتى الحكومة، وزارة حقوق الإنسان حمد الشياع السوداني وزير حقوق الإنسان في الدولة العراقية في عهد المالكي، أحد أهم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عندما يبرر الإجرام الذي يحدث في السجون والمعتقلات للإنسان العراقي بصورة عامة، فنجد بأن المؤسسات التي تدعي بأنها تحمي حقوق الإنسان هي تمارس أبشع أنواع حقوق الإنسان. مثلا في عام 2006-2009 كان هناك رئيس لجنة برلمانية حارث العبيدي صرح قبل أن يتم اغتياله بأنه سيعلن وسيعلن
يجعل الجميع يشاهد ما يمتلكه من أوراق وثبوتات وفيديوهات عن انتهاكات جسيمة تقوم بها الدولة العراقية، ولكن تم اغتياله. إذن نحن نتحدث عن دولة ميليشيات، نتحدث عن حكومات تعمل بقانون الغاب. لا نعتقد بأن حقوق الإنسان، ملف حقوق الإنسان فقط مغيب ويتم تجاهله من قبل الحكومة، وإنما من المجتمع الدولي. فآلة الحرب الأمريكية والحكومات الأمريكية التي فرضت وزارة حقوق الإنسان لم تفعل تلك الوزارات. هناك قوانين لربما من الناحية الشكلية أروع ما تكون، ولكن التطبيق في العراق غائب. السلطات التنفيذية الآن بيد أحزاب وبيد شخصيات ترتبط ارتباط وثيق بدول الجوار وترتبط بحكومات الاحتلال. لذلك ما يهمه هو تنفيذ الأجندة التي تحملها تلك الدول عبر ممارسات وانتهاكات مثل التغيير الديموغرافي ما حدث في العراق. الآن يراد للعراق أن تجري فيه عملية انتخابية. نتحدث عن انتهاكات خطيرة جدا قبل إجراء هذه الانتخابات، مثل تغييب ملايين المواطنين في المحافظات التي شهدت أعمال عنف، مثل محافظة 2,300,000 إنسان حسب ما أعلنته وزارة حكومية، وزارة الهجرة والمهجرين، غائب عن محافظة نينوى. كيف سيتم انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب مواطنين لمحافظة؟ ولكن البعض يصف ويقول أستاذ زياد أن حتى الانتخابات التي سبقت لم تكن نزيهة برغم أن الظروف مختلفة عن الوضع الحالي. بالضبط دكتور سمير، الحقيقة ما يحدث حتى سابقا كانت تحدث الانتخابات وسط أعمال عنف وتفجير وأحزمة ناسفة وقصف وتهديد وفرض. هناك مناطق 16 وحدة إدارية في محافظة نينوى كانت تجري فيها الانتخابات بصورة شكلية، إن ذهبت وإن لم تذهب فصوتك سيذهب إلى مكون معين وحزب معين دون آخر. هناك سيطرة، هناك ميليشيات تأسست وأتت مع الدبابة الأمريكية. لذلك ما يحدث الآن غياب الملف لحقوق الإنسان في العراق غياب تام ومدروس وممنهج، وليس وما يحدث الآن ليس عمليات منفردة أو عمليات غير مدروسة أو عمليات غير منضبطة أو مثل ما تسميها الحكومة بعض الانتهاكات التي تحدث هنا وهناك. بالعكس تماما، كل ذلك مدروس وممنهج، والنتائج لتلك العمليات ملموسة، وهذا ما حدث الآن في العراق ويحدث في كل يوم. دكتور أحمد كسار، يعني بالأمس التقيت بأحد الأساتذة الجامعيين أنا شخصيا، وحدثني عن أمور تقشعر لها الأبدان من خلال عملية اعتقاله والتنكيل به وهو بعمر 70 عاما. يعني حدثني عن أشياء مرعبة ومهولة يتعرض لها إنسان عراقي خدم العراق بهذا العمر وهذه الكفاءة الأكاديمية، تم تغييبه في السجون لمدة 8 سنوات وخرج من السجن وهو في حالة صحية سيئة جدا. دكتور أحمد، يعني هذه الحالة والكثير ربما الآلاف أو عشرات الآلاف من هذه الحالات كأنموذج للمواطن العراقي، يعني في ظل دولة ميليشيات وحكومات تعمل في ظل قانون الغاب مثل ما وصف الأستاذ زياد، دكتور أحمد كسار، يعني إلى أي مدى أصبح العراق الآن ساحة لتصفية الحسابات، وهدف تصفية الحسابات هي قتل الإنسان العراقي؟ نعم، مثل ما تفضلت، يعني حقيقة انتهاك حقوق الإنسان في داخل السجون والمعتقلات السرية والعلنية هي الأخرى من ملفات حقوق الإنسان العراقي. فأيضا في الذي في داخل السجن والمعتقل لم يسلم هو الآخر من هذه الانتهاكات. وهؤلاء حقيقة هذه فنون التعذيب تعلمها المسؤولون العراقيون الجدد من الأمريكان، فهم من بدأوا بأبشع المجازر
والممارسات في فنون التعذيب وما تلتها من فرق الموت الوحشية التي عصفت بالعراقيين المعتقلين والمعتقلات إلى يومنا هذا. يعني إلى الشهر الماضي نسمع بحالات صعق بالكهرباء في سجن الناصرية مثلا، حالات الإعدام المستمرة التي تخرج من بين غياهب السجون، كذلك نجد مثلا الفنون التعذيب المستمرة على هؤلاء المعتقلين. فبالتالي أين الحق العراقي للسجين العراقي ضمن القانون العراقي والدستور الذي يكفله ويضمنه؟ عندما تأتي اللجان يصور للناس والعالم غير الذي يجري خلف الكاميرات أو بعد خروج الكاميرات، إذا دخلت كاميرا إلى السجن أو المعتقل أو إذا زارها مسؤول أو لجنة دولية أو محلية من وزارة معينة، فإن الأمر سيختلف من تنظيف السجن إلى تهيئة الطعام الجيد إلى العناية الصحية والبيئية. لكن عندما يخرج هؤلاء فإن الليالي والأيام غير التي يعني صورت لنا في ذلك. ولذلك يضحكون حتى على المسؤولين الزائرين وحتى على القنوات الإعلامية حينما تزور. يعني يحتاج للسجون العراقية حقيقة مراقبات، يعني بس مباشر لكي نطمئن على وضع السجين العراقي ووضع السجين. دكتور أحمد، الكثير يتحدث عن أن السجون وخصوصا السجن الذي تحدثت عنه يعني مليء وملآن بالكاميرات، كاميرات المراقبة، ومع ذلك تتم عمليات القتل، يعني الإهانة والضرب ويعني التعذيب الجسدي أمام مرأة ومسمع مسؤولي السجن. يعني كل هذه الأمور التي تحصل في العراق يعني من أجل أي شيء؟ يعني هل أصبحت تهمة الإرهاب أداة لاستئصال جميع حقوق العراقيين؟ أستاذ زياد تسمعني؟ نعم. سأتحول بالسؤال إليك، ربما الدكتور أحمد لم يسمعني، ولكن بعد فاصل قصير إذا سمحتم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لنسلط الضوء في هذه الحلقة عن موضوع حقوق الإنسان في العراق ولماذا هي غائبة منذ عام 2003 وحتى الآن. بالعودة إليك مرة أخرى أستاذ زياد السنجري، يعني إلى أي مدى ترى أن تهمة الإرهاب ربما أصبحت أداة لمصادرة حقوق الإنسان العراقي؟ دكتور سمير، تعريف الإرهاب اليوم عندما حدثت المجازر والمعارك في مدينة الموصل وبقية المحافظات الأخرى مثل الفلوجة وغيرها، كان هناك تهمة الإرهاب وكان هناك تهمة دخول مسلحي داعش الإرهابي. ولكن لنرجع قليلا إلى الوراء ونتحدث عن وقت لواء الذيب الذي عاث في الأرض فسادا، وهي مجموعة إرهابية ميليشياوية مسلحة أتت إلى مدينة الموصل وقامت بأبشع ما يكون من تصرفات. ما الذي حدث؟ تم تكريم أبو الوليد قائد لواء الذيب، وهو أحد القادة الميدانيين الآن في الجيش، تم استبعاده لفترة معينة وتم إرجاعه وتنصيبه قائدا عسكريا. نحن نتحدث عن سياسة حكومات متعاقبة تستلم الأوامر، هناك ألف سبب، هناك بعثي، هناك تكفيري، هناك صدامي، هناك أي مسمى. المهم
هناك سبب، وإن لم يكن سبب حقيقي لانتهاك حقوق الإنسان في العراق. نتحدث عن السجون التي موجودة في العراق، لربما السجون أول ما فتحت السجون في العراق في شمال العراق تم اختطاف الكثير من المواطنين العراقيين في سجن سوسة وفي سجون عقرة في شمال العراق في المحافظات الشمالية، ثم تلتها بعد ذلك سجون بغداد سجن الشعب وسجن الناصرية في الناصرية. وهناك ميليشيات تمت استحدثت سجون خاصة بها تلك الميليشيات وتعتقل آلاف المواطنين. من محافظة صلاح الدين هناك 7000 معتقل في جنوب العراق، ومنذ أشهر طويلة لحد الآن انتهت العمليات العسكرية في صلاح الدين. أين هم السجون المعتقلين من جسر الرزازة، المعتقلين من المدنيين النازحين من الحرب باتجاه بغداد وبقية المناطق الأخرى؟ لماذا لا نتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان في ناحية جرف الصخر التي انتهت فيها تمام العمليات العسكرية، ولا يسمح لأهالي ناحية جرف الصخر بالعودة إليها؟ هناك سجون في ناحية جرف الصخر يتم فيها تعذيب المواطنين واعتقال المواطنين وممارسات انتهاك حقوق الإنسان العراقي بعلم وموافقة وإشراف الحكومة العراقية التي تمد تلك الميليشيات بالدعم والمال والسلاح. عندما نقول بأن ما يحدث الآن هو نهج مستمر ومنذ سنوات طويلة، لا نقصد به حزب معين ولا نقصد به شخصية سياسية بحد ذاتها، نتحدث عن حكومات احتلال أتت إلى العراق ما بعدين 2003، تستخدم هذه الحكومات أساليب ومنهج ثابت لا يتغير. لأن ما يحدث الآن وإذا تم معالجة تلك الأمور فهذا خروج عن نهج ما كتبه وما تحمله أجندة الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق. فإذا نحن أمام متغيرات سياسية انعكاساتها واضحة وصريحة على ملف حقوق الإنسان في العراق، وهنا لا أقول بأن هناك مكون دون آخر، وإنما أغلب المكونات. مجرد أن يخرج شخص الآن في شمال العراق الذي يتشدق بحقوق الإنسان ربما يعتقل وربما يضرب وربما يقتل، وكذلك الأمر في جنوب العراق. مجرد أن تمس أي شخصية هذا الكلام الآن الذي أتحدث به يعتبر إدانة، لأنني أشخص عمليات انتهاك حقوق الإنسان في العراق ويجعل مني إرهابياً. التحدث بانتهاكات ملف حقوق الإنسان هو بحد ذاته بوجهة نظر الحكومة العراقية إرهاب. أستاذ إيناس، يعني تكريم من يقوم بأبشع الجرائم ضد المدنيين بتهم الإرهاب الجاهزة، عمليات الإعدام التي حتى تحدثت عنها منظمة العفو الدولية بعشرات التقارير، وكذلك انتهاك حقوق الإنسان بجميع مناطق العراق التي يراد إحداث تغيير أو عمليات تغيير ديموغرافي فيها مثل ما تفضل الأستاذ زياد السنجري، يعني هناك متغيرات سياسية تنعكس على ملفات أو ملف حقوق الإنسان في العراق. يعني أستاذ إيناس، أثمة أساليب مستجدة مستحدثة أنتم في المركز الأورو متوسطي تستخدمونها يعني بغية توصيل ما يجري من انتهاكات ووضع حد لها؟ نعم، يعني كمرصد أورو متوسطي، نعم نحن لدينا راصدون على أرض الواقع في العراق ويقومون بجمع الشهادات وكافة الأدلة فيما يتعلق بكافة الانتهاكات التي تحدث، سواء كانت تقع في يعني المخيمات في السجون، وكذلك الأمر يعني جمع كافة الشهادات المتعلقة ب على سبيل المثال تجنيد الأطفال وما إلى ذلك. هناك يعني معلومات من مصادر أيضا تصلنا وشكاوى تلقاها عبر قنواتنا من مواطنين يتعرضون للانتهاكات في العراق، ونحن نقوم بالتعامل مع هذه الحالات من خلال توثيقها أولا ومن ثم تضمينها في تقارير توصف حالة حقوق الإنسان في العراق، ومن ثم ندرجها أمام
يعني المجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في كافة البلدان والتي من ضمنها العراق، والأمر الذي يضع الحكومة العراقية أولا في مسؤولية عن هذه الانتهاكات، ومن ثم الانتقال إلى العدالة لهؤلاء الأشخاص من خلال إما إحالة كل شخص قام بانتهاك حقوق هؤلاء المدنيين إلى القضاء الوطني. إذا فشل القضاء الوطني في يعني إحقاق العدالة أو إيصال العدالة لهؤلاء الأشخاص بشكل عام، فإنه يتم إذا سمحت لي التطرق إلى آليات أخرى. نعم. يعني منذ 2003 وحتى الآن، نحن الآن في سنة 2018، الكثير تحدث عن أعداد ضخمة ومهولة مثلما تفضل الدكتور أحمد كسار وكذلك الأستاذ زياد. هذه الأرقام تتزايد، ولكننا يعني نلحظ أن جميع التقارير التي تصدرها المنظمات الإنسانية والدولية عبارة عن ملفات ربما تركن على الرفوف مثلما يصف البعض. نعم، هناك تقارير، هناك محاولات لتفعيل هذه التقارير، ولكن بالمحصلة البعض يرى أن هذه المنظمات الدولية والإنسانية مثلما أن القضاء العراقي مسيس، هي أيضا مسيسة ومحكمة وتحكم عفوا من قبل قوى دولية. إلى أي مدى يعني ترين أن ذلك صحيحا؟ أولا يجب عند الحديث عن المنظمات الدولية يعني يجب التمييز بين المنظمات الحقوقية المستقلة التي فعليا تعمل على أرض الواقع من أجل الإنسانية ومن أجل إيصال العدالة لكافة الأشخاص المدنيين، والمنظمات الحقوقية المتفرعة عن دول أو متفرعة عن يعني بعض الأنظمة الموجودة الآن، وهي التي ربما تحكمها أجندة معينة. نحن كمرصد أورو متوسطي، نحن منظمة دولية حقوقية معنية بالدرجة الأولى بإيصال صوت العدالة إلى المحافل الدولية. هذا الأمر يعني وإن كنا نقول أن التقارير الدولية أو التقارير التي تصف حالة حقوق الإنسان في أي مكان في العالم والتي من ضمنها التقارير الصادرة بالملف العراقي، هي فعليا نعم هي توثق هذه الانتهاكات. هذه التقارير وإن كانت موجودة على الورق وإن كان لا يسمع صداها في المحافل الدولية، ولكنها توثق معلومات مهمة لابد من أن نقوم بجمعها ووضعها على صيغة تقرير كي نوصل هؤلاء المدنيين إلى العدالة في يوم ما، ربما ليس الآن ولكن في يوم ما يجب أن يتم إنصاف هؤلاء الضحايا، يجب أن يتم تعويضهم عما لحق بهم من يعني ضرر جراء النزاع المسلح وكافة الانتهاكات التي حصلت بحقهم من قبل أي طرف كان. وهذا الأمر يتطلب أدلة، يتطلب توثيق لهذه الشهادات. لذلك نحن نقوم الآن في مسألة إعداد التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، في يوم من الأيام سيكون لها وقع على أرض على الأرض. دكتور أحمد كسار، أشارت الأستاذة إيناس إلى نقطة من ضمن النقاط التي أشارت إليها، وهي ظاهرة تجنيد الأطفال، وهي ربما يعني من الخطورة بمكان أن تشيع هذه الظاهرة الآن في العراق. ما مدى خطورة هذه الظاهرة على المجتمع العراقي، على الهوية الوطنية العراقية؟ طبعا في من آخر التقارير التي قرأناها أن العراق من أخطر الأماكن في العالم على الأطفال، فالأطفال العراقيون حقيقة معرضون للموت يعني بالتفجيرات وغيرها، وكذلك ممارسة العنف الجسدي والجنسي فضلا عن تسجيل حالات للاتجار بالأطفال. ولذلك فإن وضع الطفل العراقي لا يقل حاله المأساوي عن العراقي نفسه، ولذلك الأطفال في العراق محط عناية هذه الأرقام، والأرقام يعني التي تحصي الممارسات والإجراءات التي تخص القضايا الاجتماعية، يعني بدءا من ولادة الطفل وطريقة يعني نظافة بيئة المستشفى التي يلد فيها، ثم الحليب المناسب وغلاء الحليب الجيد، وكذلك
الممارسات التي ننتقل بها إلى المدارس مثلا وإلى الوضع التعليمي له وحقه في التعليم والتربية، إلى الحالات العامة التي يعيشها وهو في سن الطفولة. فلذلك الطفل العراقي واحد بين الحقوق التي ينبغي يعني أيضا الإشارة إليه والتركيز عليه حال وحال أي عراقي أو أي فرد عراقي يعيش هذا الوضع المأساوي طبعا الطارئ على العراق والعراقيين. فالصحة والبيئة والتعليم والألعاب الاجتماعي كلها مما تخص الطفل العراقي اليوم هي في مقدمة الأمور التي يجب العناية بها، فضلا عن التهجير الذي أيضا أثر على الأطفال في بعدهم عن التعليم والدراسة، خاصة الذين تركوا دراستهم، وهذا أيضا يشكل عبء على واقع الطفل ومستقبله في العراق. فالأرقام الدولية التي تشير إلى هذا كبيرة جدا، يعني تنذر بخطر تجهيل الجيل الجديد وإعادة الأمية بعد محوها منذ سنوات. أستاذ زياد السنجري، يعني في مدن جنوب العراق تحديدا ليس هناك معارك وليس هناك حروب، هناك يعني أمان، ولكن مع ذلك في بلد ميزانيته مليارية كل سنة هناك مدارس الطين وبيوت الطين، وهناك الفقر المدقع. يعني البصرة تتحدث آخر التقارير عن أن نسبة الفقر ربما تصل إلى أكثر من 30 أو 35%. يعني وسط هذه التقارير التي تبين الحالة المأساوية التي يعيش بها المواطن العراقي، يعني هل ترى أن الانتخابات المقبلة إن حصلت ستغير شيء من هذا الواقع وتعطي المواطن العراقي حقه لا سيما ابن الجنوب؟ ما بني على باطل فهو باطل. نتحدث عن عملية سياسية ارتكزت على مفاهيم باطلة، ارتكزت على انتهاكات واضحة. سلسلة حقوق الإنسان العراقي فقط بل بالمواثيق الدولية. نتحدث عن حكومات فاسدة. هذه الحكومات أنتجت العديد من المساوئ داخل المجتمع العراقي. من ضمن تلك المساوئ حقوق الإنسان محور حلقتنا لهذا اليوم. ولكن هناك إفرازات كثيرة ربما يطول شرحها. من ضمن هذه الإفرازات هو الفقر المدقع للكثير من شرائح المجتمع العراقي. أتحدث عن الشمال العراق الذي يعد جنة بالنسبة لبقية المحافظات العراقية ولكن بدون رواتب. محافظة البصرة التي تطرقت إليها جنابك الكريم هي من أغنى المحافظات والمناطق البقع في الكرة الأرضية بأسرها. نتحدث عن محافظة تعوم على بحيرة كاملة من النفط. نتحدث عن محافظة لديها إمكانيات هائلة جدا. فإذا ما يحدث الآن هو الحكومات التي تتعاقب على العراق استطاعت أن تثبت فشلها الذريع بإدارة ملفات الدولة وعلى كافة الأصعدة والخدمات من ضمنها السياسية والأمنية والعسكرية والخدمية، وأثبتت بأنها دولة تنتهك حقوق الإنسان ولكن في كل المحاور وليس من ضمن محور واحد فقط، حتى المعيشي، الطفل كما تطرق ضيفك الكريم، نتحدث عن المرأة التي تنتهك حقوقها، نتحدث عن الشيوخ الذين الآن يعانون الأمر. هل تعلم سيدي الكريم بأن في محافظة نينوى لا يوجد أي دواء؟ هل تعلم بأن قبل يومين فقط تم حرق جهاز رنين سعره كذا مليون دينار وبصورة متعمدة؟ إذا نتحدث عن ممارسات ممنهجة، وهذا ما تطرقت إليه في بداية الحلقة. نتحدث عن تقصير ولا أعتبره تقصير بقدر ما أعتبره هي سياسة حكومة تنتهج واقع، أفرزت واقع مرير بكل العراقيين بكافة شرائعه وبكافة مكوناته وبكافة طوائفه، والكل متضرر من العملية السياسية التي تحدث الآن. وما يحدث من انتخابات هي ضحك على الثقول ولتلميع وجه أمريكا القبيح ولشرعنة ما موجود من ميليشيات إيرانية داخل العراق.
أستاذ إيناس، مع وجود الإرادة الأمريكية يعني الظاهرة منذ عام 2003 وحتى الآن، مع وجود هذه الإرادة، هل من الممكن تقديم المتسببين بتغييب حقوق الإنسان العراقي إلى المحاكم الدولية؟ يعني الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب فعليا قرار من مجلس الأمن. مجلس الأمن يجابه عندما تتعارض أي يعني أي قرار مع مصلحة أمريكا، يجابه فورا في حق النقض الفيتو، وهو الذي يعطل فعليا عمل مجلس الأمن. يعني هذا الأمر فعليا يمثل جمود أو تجميد لعمل مجلس الأمن، وبالتالي تجميد للعدالة، لأنه لن يتم إحالة أي جنائية دولية أو جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمين الحرب في العراق إلا بموجب هذا القرار. يعني لذلك يعني أمريكا متوقع منها أن تستخدم هذا الحق في إن تم طرح هذه المسألة، ولكن لابد من تحرك دولي وضغط دولي حتى يتم فتح هذا الملف، خاصة عندما نتحدث عن دلائل واضحة، وهناك من يعني التحقيقات ما تشير إلى ضلوع بعض الأشخاص في عين يعني بأسمائهم وبعينهم في ارتكاب جرائم حرب، وهناك أيضا فيديوهات مصورة تظهر وجوه أشخاص يقومون بارتكاب جرائم وإعدامات ميدانية لمدنيين أبرياء. لذلك يعني هناك من الأدلة التي تدين هؤلاء الأشخاص، ولا بد من محاكمتهم. دكتور أحمد كسار، مع وجود سياسات ممنهجة مثل ما تحدث الأستاذ زياد السنجري لسياسات حكومات المنطقة الخضراء لتغييب حقوق الإنسان العراقي، هل تتوقع في المرحلة المقبلة ستستمر هذه السياسات؟ الحقيقة أن الحقوق كما يقال قانونيا لا تسقط بالتقادم، فلذلك مجرد توثيق هذه الحالات هو مؤشر إيجابي لمراحل مستقبلية ينبغي أن ينتبه إليه العراقيون، بتوثيق كل الجرائم التي تمر عليهم بتسجيلها وتوثيقها وتقديم شكوى بشأنها داخلية أو خارجية. فبالتالي فإن هذا التوثيق، ولأن هذه الأرقام حقيقة ليست التي ذكرت في برنامجك وغيرها غيري من البرامج والتقارير، أرقام غير حقيقية، يعني هي تقريبية أو تقديرية، خاصة إذا علمنا بأن أكثر مصادرها حكومية أو رسمية. فبالتالي ما لم يسجل هو الكثير. فالحق الإنساني العراقي الضائع يجب أن لا يفوت، فضلا عن نحن نعيش حالة غريبة جدا، وهي حالة الإفلات من العقاب بهروب المسؤولين أو الذين يكونون في الواجهة في هذه المساءلة من وجه العدالة. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد كسار، وضحت الصورة. دكتور أحمد كسار الباحث العراقي كنت معنا من الدوحة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا جزيلا للأستاذ زياد السنجري الكاتب والمحلل السياسي لوجودك معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لك أستاذ إيناس زايد من المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عمان. تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.